واحد صاحبي واحنا في الجامعه كنا قاعدين بنذاكر ومندمجين، لقيته صرح كده وبيقول لي: تعرف يا محمد، انا نفسي اتجوز. قول له: يا عم مش لما ننجح الاول ونتخرج ونشتغل ونحوش كام قرش كده، ولا هتروح للناس تقول لهم انا ساقط ولسه طالب وعاطل كمان؟ قال لي: يا عم هو انا بقول لك هتجوز بكره؟ ما لما نتخرج طبعا ونشتغل، بس انا نفسي اتجوز واخلف، نفسي اخلف بنت يا محمد. قلت له: يا عم ما تقاطعش، لسه بدري على الكلام ده، خلينا بس في الكارثه اللي احنا فيها ده، في فصل كامل ما نعرفش عنه حاجه يا جدع، وتمر الايام والسنين ونتجوز احنا الاتنين ومراته تحمل ويفكرني بالموضوع. يقول لي: فاكر يا محمد لما قلت لك ان انا نفسي اخلف بنت؟ قلت له: ياه انت لسه فاكر؟ قال لي: من ساعتها وانا بدعي ربنا اني لما اتجوز اخلف بنت. قلت له: هانت يا سيدي، كلها كم شهر وتقدر تعمل سونار وتعرف نوع الجنين؟ قال لي: لا انا مش هعمل كده، انا هنزل اشتري الهدوم على اساس انها بنت، وهجهز اوضتها على اساس انها بنت برضه، وانا واثق ان ربنا هيرزقني بيها، ولو جت بنت هسميها حور. وجه يوم الولاده، اليوم الموعود، وانا وهو واقفين على اعصابنا كاننا مستنيين نتيجه الثانويه العامه، واول ما لمح الممرضه طلع يجري عليها ويسألها بثقة ولهفة: حور صح؟ بنت واسمها حور. الممرضة ابتسمت وقالت له: تتربى في عزك يا أبو حور. راح موطي على الأرض وسجد لله وحضني وقعد يبكي. قلت له: يا جمال، هو إيه سر إنك طول الوقت وطول السنين دي كان نفسك في بنت؟ قال لي: أنت عارف يا محمد إني ما شفتش أمي، اتوفت بعد ما ولدتني بشهور وإخواتي كلهم صبيان، فطول عمري بحلم بحضن الأم، عمري ما حسيته ولا دقته، اتحرمت من الدفى اللي كنت بسمع عنه، اتحرمت من الطبطبة والدلع، وزي ما كنت بسمع زمان إن البنت بتبقى حبيبة أبوها، كان نفسي في بنت يا محمد تعوضني عن اللي اتحرمت منه. ولقيته راح مطلع ورقة وقلم وكتب فيها: بنتي وحبيبتي حور، أنا بكتب الكلام ده علشان يكون وعد عليا، مش هخليكي في يوم تخبي وشك في المخدة وتعيطي من غير صوت علشان ما اسمعكيش، مش هخليكي تروحي تدوري على حضن واحد تستخبي فيه، مش هخليكي تخافي تتكلمي، بالعكس هتبقي بتحكي لي كل حاجة حتى لو كنت غلطتي، مش هكسرك، هعلمك تشغلي عقلك وتحكمي ربنا في تصرفاتك مش في تصرفات عادات وتقاليد، هحبك وهسمعك، هتبقي دنيتي، مش هسمح انك تلاقي ده مع حد غيري، مش هخليكي هربانه بتدوري على حضن حد تستخبي وتهدي فيه، هعلمك الدين من صغرك وهعرفك ربنا، وخليك انت اللي تختاري تقربي منه، هعرفك قيمه الدعاء ويعني ايه قضاء ورضا بالمكتوب، باختصار هعاملك على انك حته مني مش على اني ملزم اربيكي. وفي النهايه كتب: أبوك وحبيبي الجمال، وكتب التاريخ 1/7/2008. يا جماعة أنا كنت بقرأ الكلام ده ومذهول، اتهزيت والله، قد إيه الكلام ده عظيم. لو كل واحد عمل باللي اتكتب في الجواب مش هنشوف أبدا اللي بنشوفه في اليومين دول، مش هنلاقي بنات هربانة من حضن أهليها لحضن التيك توك وباقي المنصات. البنات يا جماعة خلوا بالكم من البنات أرجوكم، لأنهم والله هم الأمل والأمان ومستقبل البلد دي. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.